من اكبر الاخطاء اللي الست بتعملها في حق نفسها لما بتعمل ديسكاونت، لما بتعمل سيل، لما بتعمل تنازلات مش في محلها. وهنشرح يعني ايه مش في محلها. طب ايه اللي بيخليها تعمل ده؟ تبقى هي بتقبل اقل مما تستحق، بتعمل ديسكاونت، قللت من نفسي. قصدي انه لما الست بيبقى عندها الطاقه دي، سواء مع اولادها، مع زمايلها في الشغل، مع رجل، العطاء اللي بتديه حاجه من الاثنين بيبقى مش مظبوط. فيا اما بتجذبي علاقات سامه بتقرا الطاقه النيدي دي فبتستغلك، فبتشعري دايما بالاستياء، بالاحباط، بعدم التقدير. جدعه جدا في شغلي بس وقت ما بتحتاجي ما بتلاقيش. بتدي ولادك مش عطاء قوه عشان ماما دي العطاء، لا، عشان لما اكبر يبقوا حنينين عليا، عشان مراته ما تقسيوش عليا، عشان جوزها ما ياخدهاش الناس قاريه ان ده مش قوه. فبستغلك، يا اما بنفر منك زي المثال بتاع صاحبتك، انت بتقري ببعد، فتقولك ما اعرفش ليه الرجاله بيعملوا كل حاجه عشان يقربوا، واول ما بيقربوا ما اعرفش مين بيختفوا ليه، معرفش والله ما عملت لهمش حاجه، ليه فجاه بيبعدوا؟ ليه ببقى زمايلي في الشغل يصاحبوني او اول ما اروح بعد كده فجاه ليه قروا؟ ما هي دي اللي احنا بنقوله، عشان هم قروا من غير ما يعرفوا يعبروا. انت بتسحبي مني، بتسحبي مني ازاي وهي بتديله؟ ما هو ده اللي احنا بنقوله، انت الظاهر انك بتدي بس فعليا تقولك انا حاسس ان انا متشعلقه في رقبتي، رغم ان هو ما بيعملش حاجه، بس هي من كتر ما هي عارفه. زي ما انت كنت فاكره مع استاذ احمد سالم في الاول، قال لك في فرق بين التحكم والاهتمام. ممكن اكلمك اقول لك انت فين الطاقه اللي طلعت اني بطمن عليك، وممكن الطاقه او الاحساس اللي طلع اني بتحكم فيك، انت فين؟ هي نفس الكلمه. مش كده بقول لك الجسم والانسان ذكي جدا انه يقرا ما وراء الفعل او الكلمه. فده اللي بيخلي الانسان يا اما بينفر، فدايما بتحس انك ريجكتد، مرفوضه، مش متقدره، انا ليه الناس مش بتعمل معايا زي ما انا بعمل، لان انت مش خارجه من دايره قوه، خارجه من دايره ضعف، احتياج. وده ليه يا لوزه؟ زي ما قلنا المره اللي فاتت، لانك مش ظابطه فيتاميناتك، مركزه في حاجه واحده، دي حاجه. حاجه تانية عندك مشاكل من الطفوله، مفتقده مثلا طاقه الذكوره، مثلا فقدت ابويا وانا صغيره، فقدت دعم، ما كنتش بتشجع، ما كنتش متشافه، في عندي احتياجات طفوله فمخليه عندي نيد لاوي دراعي. يا اما حاجة تالتة منتشرة جدا في هذه العصور الحديثة، لما المرأة راحت وقالت لك أنا لازم أبقى strong independent ولازم أبقى زي الراجل وكده، قوم إيه هي نسيت إنها ست الستات، فنسيت إن الكون ده في حاجة اسمها feminine energy أو طاقة أنوثة وطاقة ذكورة. فلما حصل عندها خلل في طاقة الأنوثة عشان طاقة الذكورة عيت، قوم ايه طاقة الأنوثة جواها بتصرخ، يعني أرجوكي شوفيني، أرجوكي مؤمنة انتبهي إني موجودة. فلما بتصدق تلاقي بصيص من الأمل إن في واحد هنا، أنا ممكن أطلع، أنا ممكن أبقى موجودة هنا. بتتعلق بعلاقات غلط فتقولك نرمين أنا شخصية قوية جدا، نرمين أنا بدخل شغلي ده ليش أنا ورانا، نرمين أنا عمري ما كنت ضعيفة، بس باجي لحد عنده معرفش إيه بيجرالي. دي بقى الحته اللي بتعمل كده. فاكره ما قلنا الوقايه خير؟ ليه بنتعلق؟ قبل ما اتعلم افك التعلق اعرف ايه اللي هيوصلني الحته دي. ما بتصدق تلاقي واحد تعمل معاك، نفسي بقى، نفسي اطلع بقى، نفسي تشوفي ان انا لسه موجوده جواكي ست feminine energy، فدي بتخليكي في احتياج.